يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مثل ما طلبتوا أنا بديت أصغر الشروات لخاطركم. النظارات هذه سويناها الكارتون هسه 100 قطعة، 100 قطعة ب $100. تعالوا نفتح ونشوفكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عدي 13,000 قطعة. جندوز أنا. خل نفتح ونطلع موديلات. بسم الله الرحمن الرحيم. القطعة بواحد دولار، نظارة درجة أولى، جودة عالية. خاف واحد يقول لي غالية، أنا سابقا بعت لكم نظارات ب 26 سنت. بس هذه موديلات مختلفة، هذه شنو؟ الجودة مالتها شوية أفضل من ذيك. جودة عالية، ماركات صينية. طبعا البضاعة مختلطة، والبضاعة كلها ستاندر. تعالوا شوفوا. بضاعة ستاندر والجودة مالتها عالية. شوف مثل ما تشوفون التغليف مالتها، شوف التغليف مالتها، هذا الكيس الخارجي وهذا الكيس الداخلي، كلها ماركات صينية حسب ما اعتقد، والله اعلم، لان انا فتحت هواية ماركات صينية. شوف الجودة مال البضاعة، الجودة مال البضاعة كلش حلوة، بواحد دولار فقط، 100 قطعة ب $100. احنا راح نفتح اكثر. هذه شوف شوف هسه هاي العلبه شلون بيها هواي موديلات، رجالي نسائي، ماركات صينيه، اغلبها ماركات صينيه. شوف البضاعه بواحد دولار فقط، البضاعه كلش حلوه، الجوده مالتها حلوه، حتى الكارت والتفاصيل، اعتقد البضاعه من التغليف واضحه. شوفون التغليف مالتها، باء هذا التغليف مبين مال مصنع، تغليف ستاندر. شوف الجودة مالتها، شيل الكيس وشوف الجودة مالتها، نظارات كلش حلوة بواحد دولار فقط. هذه ماركات صينية، أنا سابقا نشرت لكم هواية أنواع أرخص، ودائما تعرفوني رخيص أبيع رخيص، هذه لا، هي درجة أولى ودولار كل الزين عليها، لأن النظارة هذه جيدة جدا كجودة كجمالية كشكل. شوفوها كلش حلوة، حلوة كشكل وأيضا موديلاتها حلوة. شوف الموديلات بعد، بضاعة كلها مختلط. القطعة بواحد دولار، واليوم أنا مقسمها على 100 قطعة 100 قطعة، لأن هواي جتني تعليقات قالوا شوية أريد شروات أصغر. أنا عندي هنا 13,000 قطعة، طبعا اللي يريد الكمية كلها ممكن أسهلها بالسعر، لكن اللي يريد 100 قطعة 100 قطعة ب $100. تحس شوف الجودة مالتها، المتانة، عرفت شلون؟ يعني الشغل كلش حلو ومرتب، كلش حلوه الجوده مالتها. تعالوا نفتح بعد. موديلات هوايه، كلش هوايه موديلات، كل ما تفتح اكثر كل ما يطلع، وال100 قطعه تجيك مختلطه. هاي الماركه مالتها بي كي اسمها. الماركه مالتها هاي موجوده بالكارت بي كي. ما شاء الله، شوف هاي شلون حلو. نسائي رجالي مختلط. نسائي رجالي بواحد دولار فقط. شوف هذه. مو شرط يجيك هذا المدير هذا المدير، لان تشوفون هنا 13,000 قطعه مختلطه، عرفتوا شلون؟ بعد اكو موديلات، كل ما تفتح اكثر كل ما يطلع عندك موديلات اكثر. تعالوا نشوف هذا الموديل، اعتقد هاي نسائيه، نسائي رجالي مختلط. صراحه قطع مميزه، البضاعه كلش حلوه كشكل وككواليتي وكموديلات، يعني بضاعه راقيه صراحه. شوفها هاي على الاقل تنباع عندك بخمس دولارات، ما نقول اكثر، بخمس دولارات تنباع عندك بسهوله، كلش حلوه. طبعا كل اسعارنا بدون شحن، الشحن على حسب الدوله مالتك. بضاعه مثل ما تشوفون كلها ستاندر، بضاعه كلها ستاندر، شوفوها بضاعه ستاندر مختلطه بواحد دولار فقط، 100 قطعه ب $100. تدللون يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي نسائية. طبعا العدسة مالتها كلش حلوة، عرفت شلون؟ كلش حلوة، يعني مو فقط الجودة بالشكل الخارجي، لا، حتى العدسات مالتها حلوة. تعال نشوف هاي. ما تخبل الموديلات صراحة كلش حلوة، أنا أفرح من أشوف بضاعة حلوة ورخيصة. هاي تخبل. شوف. شيء أحلى من شيء. أكثرها مختلطة، شوف، هذا نوع، هذا نوع. هذا نوع. تعال نفتح بعد. خليهم يستمتعون. شوف شلون
واو شنو هاي؟ هاي غريبة شوي. شنو هاي؟ ما أعرف فضائية. واو. شنو هاي؟ أول مرة أشوف هيك نظارة. ثلاث قطع. أوه هاي سودة نفسها بس سودة. شنو هاي؟ صاحب صديق كذي. كل شيء يطلع بيها يعني وبضمان جودة أنطيك ضمان جودة. هاي غير ماركة. هاي شوف هنا بي كي هاي غير ماركة. ضمان جودة عرفت شلون؟ طبعا هاي حلوة لكن الجودة مال هذه مال هذه الفتحتين أحسن من هذه. هاي شوية أحس بيها خفيفة بس كموديل شكل حلو. $1 فقط. كل ما نطلع علب أكثر كل ما نفتح أكثر كل ما تطلع موديلات أكثر عرفت شلون؟ أكشور. أنا دا أحاول أفتح يعني الألوان والأشكال المختلفة. شوف هذه نفتح بعد. البضاعة كلش حلوة صراحة. 100 قطعة تجيك مختلطة تستمتع بيها $1 فقط. يعني تشتري $100 تنباع عندك الشروة $500. طلع من عندها الشحن طلع من كذا تربح لك $400 بسهولة. اف واحد يقول لي لا ياسر هاي ما تنباع بهي السعر. لا تنباع. انا اقول لك تنباع. يجوز انت تشوفها بالتصوير مو كلش واضحه بس بالحقيقه الجوده مالتها والقوه عرفت شلون والشكل مالتها لا تنباع بس تعرفها تنباع ان شاء الله تعالى. شايفين الف خير صراحه موديلات روعه. هاي نفسها صحيح؟ لا هذا مو نفسها هاي غير لون. يا عيوني شو تريد؟ بضاعة كلش حلوة ورخيصة وجميلة $1 فقط. واليوم انا سويت لكم العرض 100 قطعة ب $100 واللي ياخذ الكمية كلها 13000 قطعة كانت 13000 قطعة ما ادري ايش قد باقي هسه نسوي له خصم. يلا يعني والسلام عليكم ورحمة الله. اكو بعد هواي بضاعة بس ما ممكن افتحها كلها بس انا شوفتكم موديلات مختلطة. شايفين الف خير.